السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بتفرج عليها لأول مرة ما ينساش اللايك والشير في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة لها. بإذن الله اللي هيتابعني هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه. مباراة قوية جدا ومن الأرس ثقيلة هتجمع بين فريقي ريال مدريد مع فريق برشلونة الأسباني في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا النسخة عام 2023. وفي خلال مشوارهما حقق فريق برشلونة 31 لقب في هذه البطولة آخرها نسخة عام 2021، أما فريق ريال مدريد فحصل على 19 لقب آخرها نسخة عام 2014. ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة يوم الخميس الموافق 2/3 العام 2023 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، العاشرة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال القنوات ومن خلال الأقمار الآتية. أول أمر معانا موقع 26 درجة شرق موجود على قنوات SCC سبورت والترددات أمام حضراتكم في الفيديو، وأيضا نفس القنوات بتعمل على قمر 21 درجة شرق والترددات أمام حضراتكم في الفيديو، أو من خلال القنوات الموجودة على قمر 3 و7 أو 10 درجة شرق والترددات أمام حضراتكم في الفيديو، أو عبر قنوات فوتبول وفيرزيتش الموجودين على قمر 52 درجة شرق والتردد أمام حضراتكم في الفيديو، وأيضا قنوات إرف فريزيتش موجودة على قمر 62 درجة شرق والتردد أمام حضراتكم في الفيديو. ولو عجبك الفيديو وحابب تتابع معايا كل الأحداث الرياضية اضغط لايك واشترك في القناة، وأهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع أطيب التمنيات للجميع بمشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.